بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي جميعا بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. حل تدريبات من كتاب الامتحان على درس اعمال العقل بصفحة 18 اللي هي تدريبات العشر دقائق. كاتب الموضوع هو الدكتور زكي نجيب محمود صح. قامت الحضارات على اعمال العقل في ضوء الواقع العقلي صح. يذعن المخطئ للمصيب عند تحكيم العاطفة خطأ. ده هو عند الأمور التي يتولاها العقل. حقق الإمام علي النصر في المعركة لأنه عمل بنصيحة المنجم خطأ طبعا فعلا بالعكس ده أعرض عنه وعنفه وتعنيفا شديد. ها إعمال العقل يعني التخطيط المدروس لأمر ما صح. واو الخرافة هي ربط النتائج بأسبابها خطأ. هي عدم ربط النتائج بأسبابها أو ربط النتائج بإيه؟ بغير أسبابها. تتقال بكذا طريقة يعني. الإمام محمد عبده كان من أبرز الداعين إلى حكم العقل في العصر الحديث. صح؟ أيوة صح. بدأ تقدمنا عندما دعا الداعون إلى يقظة العقل في مواجهة الخرافات. صح. صفحة 19. سؤال واحد. لقد قامت حضارة المسلمين. نعرف كده مبدئيا المسلمين مضاف إليه حضارة المسلمين، والمضاف والمضاف إليه اللي هو حاجة بتاعت حاجة. حضارة المسلمين، الحضارة بتاعت المسلمين، يبقى المسلمين أنا مضاف إليه، ونحن نعرف أنها جمع مذكر سالم، إذن هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. كما قام غيره على واقع وعلى علم بذلك الواقع، وهو ذا أمير المؤمنين الإمام علي. برافو بدل كلمة علي بدل، لأن احنا عندنا معلومة بتقول لو جه لقب أو مهنة زائد اسم صاحبها يبقى الكلمة بدل. يعني لقب أو مهنة؟ يعني الفاروق عمر. الفاروق ده يا شباب لقب. المهنة زي ايه؟ الرئيس محمد. محمد ده بدل هنا، يبقى أو درجة قرابة حتى كمان. ابن أخي علي. ابن أخي اللي اسمه ايه يعني؟ يبقى علي دي بدل. إذن درجة قرابة أو مهنة أو لقب زائد اسم، الاسم ده بيعرف يا شباب بدل. طب البدل بيعرف إزاي؟ تابع، تابع يتبع اللي قبله. فكلمة الإمام نعربها هنا نعت. نعت لمين هنا؟ لأمير. طب وأمير مالها؟ خبر ذا أمير. ها هو هذا أمير، هذا أمير، صح كده؟ يبقى إذن علي هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب بيقول لي فجاءه منجم. فجاءه منجم، مين اللي جاءه؟ المنجم يبقى فاعل. دي اعراب مبدئي. نيجي بقى للكلمات مرادف هم عزم. هم بالامر يعني عزم عليه. ومضاد الغيب الشهاده. انتبهوا مش الواقع. في ناس يقولوا مضاد الغيب الواقع، ده خطا. لان ما معنى ان يكون مضاد الغيب الواقع؟ اذا الغيب ليس واقعا. إذن مضاد الغيب إيه؟ الشهادة. حتى ربنا في القرآن يقول إيه؟ سبحان الله عالم الغيب والشهادة. وجمع غيب بالمناسبة غيوب مش غياهب بقى، جمع غيب إيه؟ غيوب. جمع الإمام الأئمة. الإمام جمع الأئمة على ما قامت الحضارة الإسلامية. أقول له قامت الحضارة الإسلامية على واقع وعلى علم بهذا الواقع. السؤال جيم، ماذا يدعي المنجمون؟ يدعون معرفة الغيب. وما رأيك فيما يدعون؟ كذب حتى وإن أصابوا فكلامهم صدفة ليس أكثر. يبقى رأينا فيما يدعون أنه كذب صريح، وإن أصابوا إن صدف وإن جاء كلامهم صحيح. دال بما نصح المنجم الإمام علي. تذكر معايا بأن يؤجل الخروج إلى الحرب لثلاث ساعات. مضينا ولا بقينا؟ مضينا. خلي بالك ستفرق. مضينا يعني الضحى كده، لكن لو قلت ثلاث ساعات بقينا من النهار بقى العصر، فخلي بالك هي ثلاث ساعات إيه؟ ها مضينا من النهار. ماذا كان السؤال؟ ها ماذا كان موقف الإمام علي من كلام المنجم؟ واحد أعرض عنه، اثنين عنفه تعنيفا شديدا، ثلاثة مضى إلى ما كان ماضيا إيه؟ إليه. وعلى ما يدل ذلك؟ يدل على رجاحة إمام، رجاحة عقل الإمام محمد عبد الإمام علي بن أبي طالب، يدل على رجاحة إيه؟ عقل الإمام. السؤال اثنين، هات مرادف نبوءة. توقع. كلمة نبوءة هنا في الفقرة اللي بتبدأ فقال لأصحابي إلى قيصر، بنقول توقع. مفرد أصحاب صاحب. كلمة أصحاب مفرد يا شباب صاحب. وجمع قيصر قياصر أو قياصرة، الاثنين صح. ماذا كان سيحدث لو أن الإمام سار في الساعة التي حددها المنجم؟ لا هو الإمام قال، الإمام علي بن أبي طالب قال لقال
الناس أننا انتصرنا بفضل نبوءة من المنجم. أما وإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له إيه منجم وما يكون لنا من بعده منجم. أو كان مقتديا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اللي أنا جملة اللي كنت بقولها دي. اللي هو ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أو ما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم منجما وما كان لنا أن نتخذ منجما من إيه من بعده. وقد فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر بلا إيه بلا منجم. السؤال ده اذكر أسماء بعض الحضارات غير الإسلامية التي انطلقت من الواقع إلى أفاق التقدم. الحضارة الفارسية، الحضارة الفرعونية، الحضارة الإغريقية، إغريقية فارسية واخد بالك فرعونية. عرف بكاتب المقال هو الدكتور زكي نجيب محمود. ولد في بداية القرن العشرين في قرية في مدينة دمياط، وحصل على لسانس الأداب قسم الفلسفة، ثم سافر إلى إنجلترا وحصل من جامعة لندن على الدكتوراه في الفلسفة والأداب، وله مؤلفات كثيرة ومن أبرزها مجلة الفكر الإيه المعاصر. رقم 3، إنه لمن أعجب إلى قوله المخطئ للمصيب. بقولي أول حاجة كده استخرج مدارعين أحدهما منصوب والآخر مجزوم مع بيان السبب. تذكر أدوات نصب المضارع أن لن كي لا من التعليل حتى فاء السببية لا من الجحود واو المعين. دول الأدوات اللي بتنصب الفعل المضارع. وعلامات نصب المضارع تذكر الفتحة وحذف النون. لا يوجد في المضارع ما يعرف منصوب بحذف العلة. المعتل الاخر ينصب بالفتحه عادي، يعني كلمه زي كلمه ينمو او يقضي لما اجي انصبها اقول ايه ها لن ينمو او لن ايه او لن يقضي. طب هنا لما اجي اقول المنصوب لما عندك المجزوم قدامي اهو لم يغضب، لم يغضب ده مجزوم بعد لم وعلامه جزمه السكون. طيب لما قال حتى يذعن اهي حتى يذعننا فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامه نصبه الايه شباب الفتحه الظاهره. ومضاد التحليل التركيب. ما حدش يقول مضاد التحليل التعقيد يا جماعة. التعقيد عكس التبسيط مش التركيب مش التحليل. حلل الشيء يعني ردوا المكونات فككوا يعني يبقى عكسها ايه ركبوا. السؤال اللي بعديه بيقول جمع طبيعة طبائع. وياريت تحفظوا معايا ان فعيلة غالبا جمعها فعائل. صحيفة صحائف، حريقة حرائق، حقيقة حقائق وهكذا. متى يزعن المخطئ للمصيب؟ في الأمور التي يتولاها العقل. ما نتيجة كل من الاختلاف اللي بيناقش بالعقل والاختلاف الذي يقوم على الأهواء؟ الاختلاف الذي يناقش بالعقل نهايته أن يزعن المخطئ للمصيب وأن يتنازل المخطئ عن رأيه. أما الاختلافات التي تبنى على الهوى وعلى العاطفة فلا يزعن أحد لأحد، بل تتسبب في العداوة وانتشار الحروب. اذكر امثله الاختلاف في الراي المبني على الهوى كالتعصب لفريق اشجع فريقا فاتعصب له ده مبني على الهوى، كالتعصب لحزب سياسي دون اعمال العقل ده مبني على الهوى. دلل من الدرس على تقدير الامام علي للعقل انه لم يسمع كلام المنجم وعنفه واعرض عنه ومضى الى ما كان ماضيا اليه. السؤال 4 اللي بيبدا انه لمن اعجب الى قوله اقناع او اقتناع. بليهات في جمل تامة مرادف يلفت يعني ينبه أو يجذب الانتباه يلفت. مضاد اختلف اتفق، ومفرد الأهواء هوى، وجمع ميدان ميادين. ما أعجب ما يلفت النظر في الطبيعة الإنسانية هي أن يذعن الإنسان المخطئ في الأمور التي يتولاها العقل بينما لا يذعن أحد لأحد في الأمور التي تتولاها العاطفة. وكأن الإنسان يستطيع أن يتنازل عن فكرته ولكنه لا يستطيع أن يتنازل عن هواه. حدد العمليتين اللتين يقوم بهما العقل عند التحكيم في الاختلاف. واحد التحليل وبعدين الحساب ليخرج بإيه في النهاية بقرار. كلمة مهمة جدا، من اللي يسبق الثاني التحليل والأول ولا الحساب الأول؟ طبعا قطعا لا أستطيع أن أحسب بدون أن إيه أن أحلل. وضح الفرق بين رؤية العقل وميل العاطفة. رؤية العقل تبنى على اليقين مش كده؟ أما رؤية العاطفة فهي الإيه؟ الحيرة كالطريق المعبأ بالإيه شباب بالضباب. الله ينور عليكم. السؤال اللي بعديه السؤال 5، من على أنه لا جدوى إلى قوله إلا أن يكون هنالك. معنى فائدة جدوى ومفرد الأمور الأمر وجمع لسان ألسنة. من خلال فهمك الفقرة السابقة ما الخطأ الذي نقع فيه؟ هو أن نردد كلمة العقل دون أن نستخدمها.
وكيف نصححه؟ أن نستخدم العقل وأن نعرف أنه هو التخطيط المدروس الذي يبنى على المسح الإحصائي وتحديد الأهداف لتطويع الواقع. جيم لعمل العقل عند زكي نجيب محمود منهج منضبط اللي هو بيمر بخطوات: تخطيط المدروس، تحديد الأهداف، والمسح الإحصائي، وكل ذلك يتدخل التخطيط المدروس لتطويع الواقع لتحقيق هذه الأهداف. اللي هو تعريف العقل يعني من الآخر كده. دان: اذكر النتيجة المترتبة على إعمال العقل وفقا للمنهج السابق: تحقيق الأهداف الواضحة المقصود. السؤال السادس: إنه إذا قيل لنا إلى قوله من خرافات، مرادف العادية تبقى الشديدة، ومضاد صحوة غفلة، عكس الصحوة الغفلة، ومفرد الدعاء الأولى والثالثة، الداعي والداعية كلاهما جمع دعاء، متى بدأ تقدمنا كما فهمت من الفقر؟ عندما دعا الدعاء إلى صحوة العقل. عرف الخرافة بكل بساطة: هو رفض النتائج بغير أسبابه الحقيقية. ده صحوة العقل حدد الجمال في هذا التعبير، استعارة مكنية جميلة حيث شبه العقل وكأنه إنه إنسان يصحو. السؤال السابع: اختر مرادف أبر أشهر، عفوا أشهر على فكرة يتمشي أوضح بس في غير هذا المعنى، يعني مول أبرز المعاني بأوضح المعاني، لكن أبرز الأشخاص يبقى أشهر الأشخاص، يبقى نختار كلمة أشهر عشان تتناسب مع مع الكلام. جمع حكم أحكام، كلمة حكم تجمع على إيه شباب؟ أحكام. ما الذي ميز محمد عبده عن غيره من أئمة العصر؟ إعمال العقل، أو دعوته إلى إعمال العقل في كل الأمور. اذكر وسيلة الإيمان الصحيح هو التفكير الصحيح، لأن العقل الصحيح والتفكير الصحيح يؤدي في النهاية إلى الإيمان الإيمان الصحيح. ما الكلمة التي وردت أكثر من مرة في الدرس؟ كلمة العقل. وعلى ما يدل ذلك؟ طبعا يدل على اهتمام الكاتب الكبير بإيه شباب؟ بالعقل.